بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. أذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر أيضا الرسائل النصية فقط 0501785536. حياكم الله مرة أخرى معالي الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من أسئلة. السؤال الأول في هذه الحلقة حفظكم الله، هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يخاطب الله أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. سموا أهل الكتاب لأن عندهم التوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم الله نسخ ذلك ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على جميع الثقلين الجن والإنس طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، وهو إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسولنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نور وكتاب مبين وهو القرآن، يهدي به الله، يهدي الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع رضوانه، رضوان الله سبحانه وتعالى، سبل السلام، طرق الخير والسلامة من كل شر. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هذه واحدة. ثانية: يخرجهم من الظلمات إلى النور، وصلى الله عليه وسلم يخرجهم من ظلمات الجهل والشرك والذنوب والمعاصي إلى النور والهدى والطاعة ورضوان الله سبحانه وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم، طريق واضح طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه بأيدينا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم عامة، كل نبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، وأما هذا النبي فبعثته عامة للثقلين الجن والإنس، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تبدل،
هذه ميزة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، وميزة لهذا القرآن العظيم وهذه السنة النبوية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أنوار عظيمة من الله جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طرق صحيحة، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك والجهل والذنوب والمعاصي، إلى النور، نور الهدى والطاعة والخير. نعم. أحسن ويهديهم الله. بإذنه، أي بشرعه سبحانه، إلى صراط مستقيم، طريق معتدل. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال آخر، السائل يقول في قوله عز وجل، يسأل عن الأسماء الحسنى، يقول في قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لله جل وعلا الأسماء الحسنى التي تتضمن صفات عظيمة، كل اسم منها يتضمن صفة من صفات الله عز وجل، وأسماء الله كثيرة، منها ما بينه لخلقه، ومنها ما استأثر الله بعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماء الله كثيرة وكلها حسنى، لأن كل اسم منها يتضمن صفة عظيمة من صفات الله. السميع يدل على السمع، والعليم يدل على العلم، والرحيم والرحمن يدلان على الرحمة العامة والخاصة، وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته العظيمة. نعم. وقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اتركوا، ذروا يعني اتركوا، الذين يلحدون في أسماء الله، ينكرونها أو يؤولونها على غير معناها الصحيح، من اليهود والنصارى، اتركوهم، لا تغتروا بهم، لأنكم على طريق صحيح ومنهج سليم. يلحدون في أسماء، والإلحاد هو الميل، الميل بأسماء الله وصفاته عن معانيها الصحيحة الدالة على عظمة الله وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وهذا وعيد لهم، ولهذا قال: سيجزون ما كانوا يعملون. يجزون يوم القيامة، وكذلك في الدنيا، ما كانوا يعملون، فيذوقون العذاب الشديد والعياذ بالله في إنكارهم لأسماء الله وصفاته. ويتناول هذا من جحد هذه الأسماء والصفات، أو جحد معانيها، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، تناولهم هذا الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبر جوال البرنامج يقول: روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. يسأل عن هذا الحديث. الحديث صحيح، وإذا وقع الوباء والعياذ بالله في أرض، فلا يجوز للمسلمين أن يقدموا على هذه البلاد الموبوءة، ومن كان فيها
فلا يجوز له أن يخرج منها، وهذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي، فهو منهج إلهي لأجل الوقاية، وقاية العباد من انتشار الأوبئة والأمراض ومحاصرة لها في مكانها إلى أن يرفعها الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع أن يحفظ البلاد والعباد من كل شر. أيضا بارك الله فيكم، هذا سائل يقول حفظكم الله، في شهر رجب هل هناك فضائل خاصة بهذا الشهر من صيام وقيام وغيره؟ أبدا لا يختص شهر رجب بخاصية دون غيره من الشهور، وإنما هو كشهر من الشهور الاثني عشر، لا يخص بشيء، فمن خصه بشيء فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا الأخ سعد يسأل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بغير الحق، بغير الحق، بالربا والرشوة والكذب في المعاملات، أو بالاستيلاء عليها قهرا وظلم أصحاب الأموال. الله جل وعلا جعل هذه الأموال قواما للناس لمصالحهم، فلا يجوز التلاعب بها. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، هذا الأخ يعقوب يقول ويسأل عن شرح حديث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب القادم إلى البلد، فلا يجوز لأحد أن يتلقاهم ويشتري ما معهم قبل أن يصلوا إلى البلد، أو أن يقول لهم: أنتم لا تعرفون البلد ولا تعرفون الناس، دعوني أنا أتولى بيعها لكم، تولى بيعها لكم وسأكون سمسارا لكم. وهذا محرم ولا يجوز، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ويترك الجلب يقدم على السوق ويبيع سلعه هو، ولا يتعرض أحد لهم إلا من يريد أن يشتري لنفسه شيئا لا يضر بالناس، فلا بأس بذلك. نعم، عليكم وأثابكم الله. محمد العتيبي يسأل ويقول: لدي مال نقدي للورثة باقي لم يتوزع، علما أننا في انتظار تقسيمه من المحكمة، هل عليه زكاة؟ كل يزكي نصيبه، دام ما قسم ما يخرج منه زكاة، لأنهم لم يتمكنوا منه، فإذا قسم على الورثة وكل وارث يزكي نصيبه إذا حال عليه الحول بعد قبضه. نعم، سؤاله الآخر يقول: هل يوجد فرق بين قول إن شاء الله وقول بإذن الله؟ لا فرق بينهما، إذن الله مشيئته سبحانه وتعالى. نعم، سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: هل يوجد ما هو الإيمان وما الفرق بينه وبين الإسلام؟ مراتب الدين ثلاث: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإسلام ستة، أركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد،
وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. أحسن الله إليكم. من الرسائل التي وصلت إلى البرنامج، هذا السائل يقول: ما حكم أخذ العوض على أداء الشهادة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أخذ العوض على أداء الشهادة، لأن من عنده شهادة بحق فعليه أن يبينها. قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكذلك الذي لا يشهد إلا بأن يعطى شيئا، هذا لا يجوز. الواجب عليه أن يؤدي ما عنده من الشهادة لبيان الحق وإنصاف المظلوم من الظالم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ مصطفى يسأل ويقول: هل يشرع الجهر بنية الصلاة؟ لا، ما يقول: اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام، هذه بدعة، لا يجوز الجهر بالنية. النية في القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. سؤاله الآخر يقول: أحيانا لا أستطيع قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ في الصلاة، فماذا علي؟ لا تقرأ، لا يجوز أن تقرأ والإمام يقرأ. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، إذا قرأ الإمام وجهر فإن المأمومين يستمعون إليه ولا يقرؤون. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: أملك عقار ولم أنوي بيعه نية جازمة، فهل فيه زكاة؟ نعم، فيه زكاة إذا نويت بيعه. أما إذا لم تنوي بيعه ونويت أن يبقى عقارا لك، فإن تحصلت منه على غلة فإنك تزكيها، وإلا فالأصل ليس فيه زكاة إلا إذا نويته للبيع. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يصح تزويج المرأة بنفسها؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها من عصبتها. فإن لم يكن لها ولي فالقاضي يزوجها، القاضي يزوجها. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمسلم قراءة الأبراج واستنتاج أمور مستقبلية منها دون اعتقاد صحتها؟ أسأل الله العافية، هذا لا يجوز، لا يجوز الاعتقاد بالأبراج والنجوم والكواكب على الحوادث، هذا التنجيم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، زاد ما زاد. النجوم خلقها الله لـ3: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن تأول فيها غير ذلك فقد كذب وأضاع نصيبه. نعم، قد كفر وأشرك وأضاع نصيبه. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ صالح هذا يقول: معنى الوارد بعد الأذان: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة قصر في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلا لنبي، قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون ذلك. والفضيلة جميع الأعمال الفاضلة والخيرات، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ذلك في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس يوم القيامة إذا حشروا في مكان واحد، صعيد واحد،
وحصلت عليهم الزحمة وحصل عليهم الحر الشديد، فإنهم يتقدمون إلى الأنبياء واحدا واحدا أن يشفعوا لهم عند ربهم ليريحهم من هذا الموقف، وكل نبي يعتذر حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه الشفاعة عند الله لأن يفصل بين العباد وأن يريحهم من الموقف. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، ثم يخر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع عند الله جل وعلا في أن يريح العباد من طول الموقف 50,000 سنة وهم وقوف على أقدامهم، يريحهم من الموقف إلى الحساب. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. شيخ صالح، هل يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث لابنه الأكبر لحاجته الماسة إلى المال؟ لا يجوز أن يوصي يخص بعض أولاده بوصية إلا للزمن المريض الذي لا يستطيع أن يكتسب، فأما السليم فلا يوصي له بشيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يسأل يقول: قراءة القرآن أثناء الطواف والسعي شيء طيب، هذا أفضل الدعاء، قراءة القرآن أفضل الدعاء لا سيما في الطواف والسعي. نعم نعم، بارك الله فيكم. يسأل هذا يقول: أنا مؤذن وأؤذن أحيانا بدون وضوء، ما حكم عملي هذا؟ لا بأس بذلك، لا يشترط طهارة للأذان، يجوز أن يؤذن وهو على غير طهارة. نعم. يقول السائل: ما حكم أن أعطي شخص من الزكاة ولا أخبره أنها زكاة؟ إن كان لا يقبل الزكاة، معروف عنه أنه لا يقبل الزكاة، فلا بد أن تخبره. أما إذا كان لا يعرف عنه أنه يتعفف عن الزكاة فأعطه ولا تخبره. نعم. يقول السائل: ما الأفضل لمن كان عنده مال، هل يتصدق به على المحتاجين أم يجعله في وقف؟ يجعله إذا كان فيه محتاجين حاجة حاضرة، فالأفضل أن يوزعه عليهم سد حاجتهم. نعم. يقول: بارك الله فيكم، والدتي في غيبوبة منذ 14 عاما وأريد أن أقسم حلالها وحلال والدي، مع العلم أن والدي متوفى، هل يجوز أن أقسم حلال والدتي وهي على قيد الحياة؟ لا لا يجوز هذا، ما يجوز قسم مال الإنسان على المواريث إلا إذا توفي. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله، هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار وقراءة القرآن؟ لا يصح، لا تصح الأذكار ولا قراءة القرآن إلا بتحريك الشفتين واللسان، أما القراءة في القلب فلا تكفي. نعم. ذهبت إلى مكة المكرمة وأديت العمرة وطفت وسعيت ونسيت أن أصلي الركعتين التي خلف مقام إبراهيم ولم أتذكر إلا وأنا في الفندق، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الركعتين في الطواف سنة ليست واجبة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: هل يجب الوضوء بعد كل حدث؟ لمن أراد أن يصلي أو يباشر مس المصحف فإنه يجب عليه الوضوء. نعم. بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: من بيده تميمة، ما حكم من صلى وأدى إلى عبادة من العبادات وبيده هذه التميمة؟ تصح العبادة ولكن يحرم عليه لبس التميمة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالتميمة التي يتخذها الإنسان لدفع البلاء أو رفعه هي من الشرك. نعم. نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم، هذا السؤال يسأل عن حكم الوضوء من ماء البحر.
طيب، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن التطهر بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.